وانا من اوائل الناس اللي انا اكتشفت محمد صلاح في وانا كنت ماسك نادي الزمالك في 2010 تقريبا قبل ما يخوض التجربه بتاعه الاحتراف. فمحمد صلاح لعيب مهم جدا، فاتمنى ان احنا كل الاسئله دي ما تعملش مساحه بيننا وبين اللاعبين لو سمحتوا. لو سمحت طبعا بكل سلام برضه اكمل كلامك عشان انا عارف ان التصوير المتدرج بيبقى واحد. الموضوع زي ما قال كابتن حسام، محمد صلاح واللعيبه كلها، اللعيبه كلها المصريه سواء اللعيبه المحترفين الخارجيين او الداخليين، كل الاحترام ليهم. وكل واحد زي ما قلت وزي ما كابتن حسام قال، اي واحد هيشتغل بقلبه وهيعمل التيشيرت منتخب مصر هنشيله فوق دماغنا تاني بقرار. فالكلمه او في ناس، بعض الناس اللي هي عايزه تتداول الموضوع على طول ملوش اي لازمه. وفكركم بس، محمد صلاح هيبقى مع الكابتن حسام حسن حاجه تانيه خالص على مستوى منتخب مصر.